ايش اسمه؟ ايش اسمه؟ خسر المحل ولا صفقوا كل المصاريف؟ ما شاء الله زين الخير. نوضح بس اشتغل معكم ان شاء الله. يعني المشروع عندكم حاضر خليها بس حاضر اوضح المشروع مره ثانيه. هو مشروع لدعم مصابي المعاقين من مصابي الحرب في الريحانيه اللي فيها معدل عالي جدا من المعوقين من النساء ومن الرجال. في بعض الجمعيات بدأت فيه، لكن احنا بنقول لمن أراد أن يدعم مثل هذه المشاريع فعليه أن يدعمها بإذن الله. أي تعليق؟ تفضل. بس هم باب المعاقين يعني هم أصحاب أو ذوي احتياجات خاصة ليسوا معاقين. لا لا لا، مو معاقين، مصابي حد. لا لا، مصابي مصابي حد. اسمح لي معلش الكومنت. تفضل. احتياجات خاصة اسمهم المعاقين، لأنه ذوي الاحتياجات الخاصة فئة أشمل، وهي الحقيقة في اتحاد الاتحاد العالمي للناس ذوي الإعاقة. لا بفضل يحكي دكتور. يعني ويختلف عن الاحتياجات الخاصة. الاحتياجات الخاصة هو المبدعين، في ناس عندهم ذكاء خارق، هذول ذوي احتياجات خاصة بالتعليم، وبالتالي التصنيف العلمي تبعهم ذوي احتياجات. على العموم لا نختلف، فهم الناس أصيبوا في مواجهات عسكرية وأصبحوا عندهم يعني إعاقة بدنية. إعاقة بدنية. فلذلك نحاول نأهلهم مرة أخرى، ومن أراد من سمعنا أو رأنا فليشاركنا في هذا الموضوع، سواء كان طبيب أو طبيبة أو ممثل اللي هو العلاج الطبيعي، اسمه اللي هو الفيزيوثيرابي، العلاج الطبيعي إلى آخره. أي سؤال للإخوة قبل الأخت فاتن والأخ محمد؟ أنا بس بنصحكم إنه تسوقوا هذا المشروع عن طريق الاتحاد العالمي للناس ذوي الإعاقة وهذا الاحتياج خاصة ذوي الإعاقة. في هنا اقتراح، عملنا من حوالي شهرين في جمعية النور بتركيا في اسطنبول إطلاق بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي. خلاص كنا نتواصل مع الاتحاد عشان يوصلكم للاتحاد الآخر. جزاكم الله خير. اقتراح لكم رسالة كونسيبت وليس المشروع كاملا إن شاء الله. هل قبول؟ إن شاء الله. جزاكم الله خير. شكرا لأخ محمد فاتن، وشكرا للمجموعة الأولى وهي دائما متميزة. المجموعة الأخرى التي أشوفها مستعد وانت بعتدنا أكبر ليدي فيكم، تعال يا أخوي. لا ترى هي ليديز، ما حد من الليديز يقف جنبه، ما ينفعش ليديز وبعتدنا واحد بسم الله ما شاء الله، يعني واحدة منكم تقف جنبه هنا تسنده. تفضل. فين التليفون دي؟ مش انتوا مجموعة الأخوات اللي هم النساء؟ مجموعة النساء؟ مجموعة النساء، تفضلي. تفضل. نحن كمنظمات، منظمة جرين وصناع الحياة واللجنة النسائية والريحانية. منظمة جرين وصناع الحياة واللجنة النسائية والريحانية. عملنا نوع من التنسيق والتعاون في إنشاء مشروع واحد. عمل نوع من التنسيق والتعاون في إنشاء مشروع، يعني الحمد لله إن في ثلاث جمعيات عادت تنسق منها من بعضها. ونطلب تمويله من الدكتور هاني. أسألك جايبه مخروط؟ ملوش جيب. دعم معنوي طبعا. هو يعرف الاتجاه. طبعا إحنا عنا مشروعين، ولكن أحد المشاريع اللي بحكي عنه، المشروع الأول هو تمكين مركز المرأة السورية طبعاً حاليًا. طبعا هذا انا بحب المشاريع المستدامه، ولكن هذا المشروع غير مستديم، هو عباره يمول لمده 6 اشهر 7 اشهر سنه حسب المول، يعني قد يتوقف المشروع او يستمر لفتره معينه اذا يعني ما لا تمويل، ولكن يحتاج الى التمويل بشكل دائم. هو مشروع مركز المرأة السوري بالرياض الحالي، تمكين المرأة وتمكين المرأة، مناصرة تمكين دمج مع المجتمع المحلي. نعم. طبعا هو الهدف تمكين المرأة السورية في الرياض الحالي وتفعيل دورها في المجتمع وتسهيل عمليه الاندماج مع المجتمع التركي الذي فرض عليها. طبعا في المشكله هي واقع المرأة بسبب وجود عدد كبير من النساء، ممكن تحكي مثينة عن الموضوع، وانا راح احكي عن مشروع اخر اللي هو المشروع المستديم. المستديم اللي فيه ربح. انا مدرسة متعلم صوتي عادي، بس ممكن يوصل لسوريا عشان بيبسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طبعا نحن كلجنة نسائية سورية في الريحانية طرقنا أكثر من باب لدعم هذا المشروع وهو مشروع المرأة السورية في الريحانية. كون الريحانية أكبر تجمع للنساء السوريات في الريحانية، يعني أنا متأكدة أنه تمثل أكثر من نصف المجتمع بسبب غياب الرجل إما في الجهاد أو الاعتقال أو الاستشهاد، فلازم يكون وحاجة ملحة بناء هذا المركز لدعم المرأة السورية. الواقع المرأة السورية أنه هي بحاجة إلى دعم معنوي أكثر من الدعم المادي. الدعم المادي يعني انتهت المادة انتهى، لكن لما أنت بتثقفها معنوياً بتمكنها نفسياً بتمكنها اجتماعياً بتمكنها مهنياً، يعني علمتها مثلاً صنعة، علمتها شغلة تشتغل بإيديها، صارت هي إنسانة منتجة، لم تعد معتمدة، وإنما صار يمكن الاعتماد عليها لتكون امرأة ناجحة وتستطيع أن تبني وتربي هذا الطفل الذي سيعود إلى الوطن ويبنيه مجدداً. فهذا حلمنا كلياتنا، يعني نحن تقريبا 200 سيدة في اللجنة النسائية السورية، حلمنا طبعا بدعم من الأستاذ كثير الشباب عم يدعمونا الله يجزيهم الخير، وأنا متأكدة هم الأخوان كلياتهم يعني راح يدعمونا أكيد بأفكارهم. أستاذ هاني إن شاء الله. أكيد إن شاء الله تعالى. طبعا الحلول اللي نحن مترجاها من هذا المشروع إنه تمكين المرأة في الثبات في ظل الظروف الراهنة. من خلال أولاً مشاريع صغيرة، إقامة دورات مهنية مثلاً دورة كوافيرة، دورة خياطة، دورة لغة إنجليزية بالإضافة إلى لغة تركية، لنستطيع هذه أسهل الطرق لنستطيع أن نجعلها تندمج في المجتمع التركي. أيضاً دورات مكتبية، دورات حاسوب، دورات ICDL، دورات كمبيوتر، تستطيع هذه المرأة بأي مجال عمل حتى لو لم تكن يعني تملك شهادة تستطيع أن تعمل في هذا المجال، ونخفف من قضية التي نحن في الريحانية كلنا نعاني منها تزوير الشهادات يا دكتور. يعني هذا وجعنا جميعا، يعني بقولوا لك أمس بعيد المعلم، نهنئ كل سكان الريحانية بعيد المعلم لأنهم أصبحوا كلهم معلمون. فنحن لما بنمكن المرأة لأنهم يبنون الوطن إن شاء الله كلها أيضا بحاجة إلى هذه إضافة إلى هذه المشاريع التنموية بحاجة إلى دورات توعية وأرشاد نفسي. أغلب النساء خرجوا من سوريا ويعانون من التروما، كلنا عانينا من الصدمات، يعني أنا اللي هلأ شايفيني هيك واقفة قدامكم أنا أكيد عانيت من الصدمات، أنا خسرت بيتي، أنا خسرت أولادي اللي لازم يكونوا معي، هلأ إحنا صاروا كل واحد تحت نجمة في السماء، زوجي مثلا في الداخل في سوريا، فهذه الصدمات يعني هائلة لكن سنتغلب عليها، وأنا يعني أشد يدي على أيديكم جميعا أن نستخدم المرأة لتتمكن من التغلب على هذه الصعوبات إن شاء الله تعالى. أيضا بالنسبة لأن دورات الإرشاد النفسي والتوعية بحاجة إلى دورات اللغة التركية، بحاجة إلى تمكين المرأة من تعلم لغة المجتمع المضيف لتتمكن من الاندماج به. طبعا ومن تعلم لغة قوم أمنة مكرمة، فإن شاء الله تعالى إن شاء الله يعني إن شاء الله تعالى. أيضا هناك بحاجة نحن إلى دورات تدريبية بإدارة المشاريع الصغيرة التي تمكنها المرأة من الاعتماد على نفسها وبناء مجتمع متكامل. شكرا. على مشروع تنمية واستدامة. خليك راح فين؟ مش لسه لما قال لك هيك وقف. على مشروع تنمية واستدامة خاص بالمرأة. قول بسرعة بس. طبعا هذا المشروع هذا المشروع يولد ربح. فالمستفيدين من النساء المستفيدات من هذا المشروع يعني ما عاد بحاجة إلى تمويل، راح يلاقوا طريق يطلعوا منه أموال ودخل لهم. وهو المشروع اسمه بيت الموني، راح يكون مركز ريحاني ومراكز تسويقه في مدن تركية أخرى، وسوف نستهدف الجالي السوري في عملية في المنتجات الناتجة عن بيت الموني. والمشروع مدروس بتكاليفه بتفاصيله من وإلى، وفقط ينتظر حضرتك كل واحد داعي بشأن الموضوع. طب أنا بس عايز أركز على شيء لمن يسمعنا ومن يرانا، أن دور المرأة في أي مجتمع سواء مجتمع النزوح، مجتمع اللجوء، مجتمع الكوارث الطبيعية، مجتمع المواجهات العسكرية، هي أكثر إنسان في المجتمع تتحمل كل المصائب، تتحمل مسؤولية الأسرة، مسؤولية الأيتام، تصبح هي أرملة في سن صغير، وده ما رأيناه في غزة عندك في أماكن أخرى،
وتحمل مسؤولية الإنفاق على الأسرة، مسؤولية تربية الأطفال إلى آخره إلى آخره إلى آخره. ونتمنى إن المشاريع ده مش أول مشروع للمرأة يعرض عليها. أمس كنا في أنطاكيا، كان في مجموعتين من مجموعات العمل عملوا نفس الاهتمام، لكن هنا بالرحلة لم يطبق نفس التوجه إلى إن هم يمكنوا المرأة لكي تكون راعية ومعيلة للأسرة وفاعلة في المجتمع. ونشكركم إن شاء الله، واللي بيشوف الموضوع يتصل بالاتحاد أو يتصل ببعض الجمعيات الموجودة هنا هو لكي يساعدها ماديا، تقنيا، جستيا، فكريا، بأي شيء إن شاء الله. وأي أحد بحاجة لنحن ندعمه ماديا نحن جاهزين. وهم معهم فلوس كلها. أي شخص مش أي مجموعة. والله ما عندنا غير بصراحة يعني. يا سيدي ربنا بيرزق. عن الأفكار يا عم ربنا بيرزق خلاص. I love you. المجموعة الثالثة خلاص. أخونا الشاعر إيه؟ الشاعر هو شاعر ولا إيه؟ الشاعر يكلم. يبقى الأول موضوع دعم النفسي، الثاني موضوع تمكين المرأة ده مهم جدا، الدعم النفسي مهم جدا، الثالث المجموعة الثالثة الفضائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة يعني المشاريع أو نوعية المشاريع التي تطرح توحي بأنه هنالك يعني إطار عام يجمع الاهتمامات للعاملين في الشأن الإنساني. طرح منذ قليل مركز دعم نفسي لذوي الإعاقات الدائمة. كنا مع زملائنا نتشاور حول المشروع الذي سنطرحه، وبعد عدة نقاشات خلصنا إلى هذا الموضوع، لكن بشكل أوسع من خلال نفس الفكرة. أوسع من هذا. أنتم الاثنين أوسع ولا أدنى من بعض. عليكم بهم. نتطابق في المضمون. مركز لدعم ذوي الإعاقة الدائمة. هذا المركز يقوم على عدة أشياء. الأول يعني صالة للعلاج الفيزيائي. هذا أولاً. ثانيا صالة للتدريب المهني أو قاعة للتدريب المهني. أيضا هناك عيادة للدعم النفسي، بالإضافة إلى داتا بيز لمعلومات خاصة بهؤلاء واحتياجاتهم، والعمل على تسويقها من أجل أن نؤمن لهم هذه الاحتياجات وهي متنوعة وكثيرة. وحتى الآن لا أعلم أن هنالك داتا تجمع كل الإعاقات واحتياجاتهم، وهذه الفئة حقيقة من الفئات التي أهملت في ظل الحاجة الكبيرة والملحة. زميلي قحطان سيتحدث عن تدريب مهني لهذه الفئة وإدخالهم في سوق العمل. في نفس المشروع. فضل. يبقى الحمد لله مشروعين متطابقين. الأول والثاني. حد فيك يأخذ الليل عشان يتصل بالثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما في مسأل كل تداول أعطني سمكة، لا تعطني سمكة إنما علمني كيف أصيد. الأخت تفضلت في مقترحها بالنسبة لبرنامج إعادة تأهيل المصابين الحرب والمعاقين. الأخ خالد استكمل الموضوع. أنا بدي أحكي من نقطة عملية. نحن جربناها قبل سنتين، كان في عندنا مشروع اسمه لنعود إلى الحياة. هذا المشروع كان بيهدف إلى إعادة تأهيل مصابي الحرب والجرحى وتأهيله في المجتمع ودمجهم بما يتناسب مع إعاقتهم. يعني في مصابي، في المصاب سواء في الأرجل أو في الأيدي أو في السمع أو في كل واحد حسب إصابته. فنحن عملنا هذا المشروع قبل سنتين باسم هيئة في غاحة سوريا، أعتقد في ناس كانوا حاضرين. عندنا في داتا 460 شخص، طبعا جميعهم من المعاقين او مصابي الحرب، بالاضافه الى زوجات الشهداء. يعني هذا الجانب الانساني او الجانب اللي يخص المرأة، هذا جانب مهم جدا نحن بنحب نركز عليه بما يحفظ العائله او عائله الشهيد واولاده وزوجته. نحن اليوم عم نشوف انه خاصه في مدينه الريحانيه في
في تقصير بالنسبة لدعم المرأة من هاي الناحية. نحن شو المقترح اللي كان قائم واشتغلنا عليه؟ هو إعادة أيضا تأهيل زوجات الشهداء بما يتناسب كل وظيفة أي مرأة، سواء في القيامة أو في العمل المنزلي أو في الأشغال اليدوية. طبعا هذا أنا عم أحكي بالناحية عملية طبقناها. الناحية العملية اللي اشتغلنا عليها استهدفت 35 شخص تم تدريبهم. البرنامج توقف بسبب نقص التمويل، وكان هو برنامج ناجح حتى الآن. في أشخاص أعتقد الآن من خلال السنتين الفائتات كان لهم حضور في المجتمع، سواء اللي تعلموا مهن يدوية أو مثل ما فضل الأخ في صيانة الموبايلات أو في الخياطة أو في صيانة الأجهزة الكهربائية أو الإحدادة أو غيرها. فالمشروع بالنتيجة يهدف إلى إعادة تأهيل ودمج مصابي الحرب في المجتمع ورعاية زوجات الشهداء من خلال إيصالهم لفرص العمل والاعتماد على النفس. هاي الفكرة القائمة في تركيا. في برنامج آخر أو في فكرة أخرى ممكن نطبقها في الداخل السوري. في الداخل السوري أعتقد الجميع يعرف الداخل السوري والصعوبات اللي تواجهها العائلة السورية. الهدف من هاي الفكرة أنا راح أعطيها للجميع واللي ممكن يستفيد منها يستفيد، اللي هي كنا إحنا طرحنا عدة مجموعة من الشباب اللي نزلنا في الداخل السوري خلال الفترة الأخيرة، اللي هي اسمها جذور. جذور اللي هي محافظة العائلة السورية أو الأسرة السورية على البقاء من خلال دعمها، ليس من خلال السلة الغذائية، من خلال مشاريع تنموية طويلة الأمد تنعكس على هاي العائلة. أعتقد هاي الفكرة ممكن الجميع يستفيد منها. والله يعطيكم العافية جميعا. شكرا. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. يبقى لابد أهم حاجة في الموضوع إن كل مجموعة تتواصل مع بعضها من خلال الإيميلات بتاع بعضهم والتليفونات عشان يحصل في تواصل، ثم تواصل مع الاتحاد في إسطنبول أو مع الشبكة. طيب خلاص مش قاعدين نروح. نمرة اتنين، المجموعتين دول عندهم نفس المشروع تقريبا. لابد نقعد عشان نصيغ شيء يكون متكامل مع بعض، سواء كان انتوا البداية، لكن الفكرة هي واحدة. الأخت كانت رافعة إيدها، الأخت ذات النطاق الأخضر. الأخضر ولا الأزرق؟ هي تحكي عن مشروع. في تعليقات يا شباب، حد عنده سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟ اي سؤال ثاني عن الاخت ما توصل؟ هاي خلاص الاخت جايه تتكلم. ما في شعر ولا ايه؟ ده الشعر بعدين بقى. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. أنا أحب أشكر جميع المهتمين بالشأن السوري والسوريين، وبحب أشكر الأخت اللي تفضلت بالمشروع اللي صراحة كتير أهمله. ويعني أنا صار لي 4 سنين ونص للخمس سنين بالريحانية، كان كتير في إهمال للشباب مصابين الحرب. الحقيقة كان الاهتمام بالمرأة بزوجة الشهيد، يعني الاهتمام موجه لطرف على حساب الطرف الآخر. نحن الحقيقة كتير كنا نسيانين إنه هدول الشباب اللي كانوا بسوريا، منهم اللي كان على الجبهات نحن كنا نسفق له، ومنهم اللي خسر جامعته، ومنهم اللي خسر أهله. يعني هذا الحقيقة جانب اللي لازم الكل يهتم فيه، واللي ما كان من اختصاصه هذا الاهتمام يساعد فيه. أنا عن تجربة، أنا ابني مصاب حرب، كان سنة أولى طب، إجى على تركيا، إجيت لقيته منهك على الآخر، خسر جامعته، خسر أهله بعيدين كذا. جربت مع ابني، الحمد لله رب العالمين نجحت. ابني تطور، عمل كمبيوتر، عمل لغة، أجبرته على أنه يتعلم سباحة، أجبرته على أنه يسوق سيارة. هاي التجربة عطتني حافز أني أشتغل لهي الشباب. بس أنا لما عشت معهم على مدار 4-5 سنين لقيت أنه في ظلم تجاه هذول الشباب. لهيك حاولت جاهدي اني اعمل شيء مشان وشجع، يعني مو بس انا اعمل، لازم الكل يشتغل مشانهم. يعني الحقيقة هنون لازم يرجعوا يكونوا فاعلين بالمجتمع، لازم نطورهم، نساعدهم يتطوروا، ولكن بالشكل الدقيق والصحيح. يعني انا ما فيني اجيب طالب هندسي دارس سنتين اجي اقعد علمه وشغلي بسيطة مثل اللغة، أو مثلا جيب وحطه مثلا بس إنه مترجم هذا دارس هندسي. يعني لازم أطوره أكثر.
يعني نحن الجامعات كلياتها ممكن تتلقى هدول اللي هم مصابين حرب حتى لو كان اعاقته على كرسي. يعني هدول الشباب ضروري جدا ان نساعدهم. هذا بيوم الايام ممكن يطيب، ممكن يصير اب اذا تابعناه، ممكن حتى لو بقي من عدا عائلة حواليه بكفي انه هو بينهض بنفسه وبيعيش مثلنا مثل بقية الناس. الحقيقة انا بتشكر الاخت لانه مهتم بالموضوع، بتشكر الاخ لانه مهتم بالموضوع، وانا عم شوف بالنسبة لكل القراءات اللي انا شاهدتها كان هو هذا المشروع اللي الحقيقة اهمال كان ظاهر، وهلأ عن جديد انا عم شوف الحمد لله تطورات. في عنا اخوي فتحوا دور ايواء كاملة تساع كل الجرحى، في عنا الاخوي هون كمان حكوا انه لازم يهتموا بهذا الموضوع، والاخ كمان بس بهدنوي على شغلي لازم كلياتنا ننتبه عليها، التعاون المشترك. اذا ما في تعاون ما حنلتقي ابدا، ما حدا رح ينجح. يعني انا المركز بلش بتمويل بسيط من سيدات سوريا، مركز صناع الحياه لذوي الاحتياجات الخاصه. بصراحه انا كنت اشتغل بالشوارع للشباب بدور ايواء، ممكن اطبخ، ممكن اركض، امن حق كرسي، ممكن كذا ممكن كذا. بعدين انا تعبت، لقيت انه خلاص انا لازم استقر بشغلي، يعني ارتاح فيها باعتبار الاول واحد بيكبر. يعني بلشت انا شوي الله يبارك. انا في ثلاث حوافز او ثلاث روافز. الاخت عندها تجربه، الاخت عايزه تعمل نفس التجربه، وفي مجموعه ثالثه هناك كذلك. فلابد الا تخرجوا من هذه القاعه قبل ان تتواصلوا وتكملوا فيها عشان يكون مشروع واحد. كلنا في خبرات نمشي. الحمد لله ان في ثلاث مشاريع او ثلاث افكار بتلتقي في نفس المضمون. شكرا لاختنا وربنا يشفي ابنك ويجعله زي اسمه ايه ستيفن، اسمه ايه اللي كان سوري ولا كان اللي كان اللي مات قريب الله يرحمه ده ستيف جوبز. شفتي اتربى، هو اتربى يتيم في الغرب واصبح صاحب ايه الاكل. وانت ان شاء الله ابنك يعمل لنا اورنج. الاورنج موجود ده بنانا عشان اسم البنانا يبقى هو بنانا. لمحة بس عشان الوقت لازم نمشي. خلاص تقعدي معاهم وتحضرتك، واللي عايز يتبرع الاخت قدامكم ايه والاتحاد ده شايفين اللي برا، مش انتوا طبعا مش حاطين زي لو حد شايف وعنده فلوس ان شاء الله. جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيكم ان شاء الله. اخر مجموعه الجلسه لايف بتتبث، ممكن يكون في مليون واحد في ثلاثه دول. لا مش مليون، الديون بتاعي قضيت واحد. طيب مش مليون، احنا يا دوب بس حضرتك. بص حضرتك اقعدي مع دول، يعني ايه تنسقوا مع بعض ارجوك. خلاص خلاص. الاخت فاطمه فادي، الاخت فاتن معي باللجنه النسائيه ان شاء الله. والاخ الشاعر ان شاء الله الشاعر. ها يلا تفضل. تفضل. طيب شكلك يخوف. تفضل. عودا على ذي بيت على ما تحدث به الجميع. نحن بفضل الله فتحنا مجمعا للجرحى مكون من تتكامل معهم. نعم مكون. انا ليس حديثي عن مشروع. لا 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 انا عايز واحد ده تكامل معهم في مشروع. لونا مشروعك ايه؟ راح اقول له بس انا علشان المجموع مش وقت. طيب مشروع زبد، مشروع تربيه الابقار. طب كويس دخلنا في حاجه ثانيه، يعني تفتح النفس شويه. نخرج من البقره لبن جبنه بدك جاموس. دائما الجمعيات المنفذة والجمعيات السورية بحاجة إلى استدامة، لأننا سنأتي يوم من الأيام كالحنفية التي تغلق. أيوة. فتجلس مكانك راوح. لذلك نفكر دائما بأن يكون لدينا مشاريع تنموية تعود بالنفع على المستفيدين، وبالمقابل أنت كجمعية تقف على رجلك. فهذا مشروع ضمن مشاريع كثيرة عمل بها كثير. تربية الأبقار. تمام. تربية الأبقار. تربية الأبقار عبارة عن مزرعة مساحتها 10 سنوات. هي عشان دولمات يعني هكتار ولا ايه؟ يعني تقول هكتار. 10,000 متر. هكتار. تمام. هكتار. يعني بالمصري 2 فدان ونص.
المشروع عبارة عن 50 بقرة وإلى مستقبلا للأمام إلى 250 بقرة، لكن بداية هو المشروع ل 50 بقرة. المشروع مقسم إلى قسمين، قسم للحليب والأجبان ومكوناتها، وبعدها المواليد كذلك له مشروعه الخاص في تسمية. نعم. موضوع التسمية. بيع للمنظمات. أنا مش مختلف معك، أنا عارف الموضوع كله. نعم. حلم أن أربي بقرة. أهداف المشروع تحدثنا عنها حبيبنا. يلا. ما كتب شيء؟ مش مشكلة. يلا شباب عشان نوضح. إيه الله يكرمك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً المشروع هو مشروع تنمية مستدامة بإذن الله. الهدف العام للمشروع هو تأمين فرص عمل ل 15 أسرة تقريباً، زائد تعويض الإنسان أن يكون منتجاً، يعني هذا هدف أسمى بنسميه انتقال من مرحلة الإغاثة إلى التنمية، زائد أنه زائد في ريع الحليب أو ما تبقى من مصاريف تشغيلية، يمكن أن يكون مصاريف تشغيلية إما للمنظمة أو أن يصرف على ناس محتاجين أكثر. التكلفة مثل ما ذكرنا التكلفة التقريبية 200,000 دولار لمدة سنة كاملة، مصاريف تشغيل وتأسيس. الجدول الاقتصادي مثل ما ذكرنا اللي هي 15 أسرة، تقريبا رأس الأسرة يصل إلى 300 دولار شهريا. الصافي المتوقع يعني ربح شهري 1000 دولار، ممكن أن يعود بقنا على مصاريف للجمعيات أو أن يعود إلى ذوي الناس المحتاجين. الصافي. المخاطر أو العوائق، يعني بشكل عام هم في تركيا أو في الريحانية تكون العوائق يعني بسيطة جدا والمخاطر شبه يعني معدومة، فنجاح المشروع يكون يعني كبير جدا جدا. لكن أنا بدي أركز على موضوع إنه موضوع التنازل عن الشخصية اللي حكاها الدكتور أكد عليها، من على مستوى الفلسفة الشخصية اللي أنا بأخذها اللي هي حماية الطفل، وكان عندي مشروع عن الأطفال، فلما شفنا إجماع على موضوع الاستدامة فتنازلنا عن مشروع الأطفال وحماية الأطفال وكنا مع الجماعة. فبتمنى من الجميع أن نكون كلياتنا مع بعض إن شاء الله. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. كان عندنا أربع أو ثلاث مشاريع بالضبط. فكرة جمعت ثلاث مجاميع اللي هي فكرة المعوقين من آثار الحرب، ودي في أي مكان في العالم، من ألغام، من حوادث عادية في السيارات، أي شيء من كوارث طبيعية إلى آخره. فده شيء مهم جدا، أن دول قد يكونوا شريحة كبيرة في المجتمع لابد أن نهتم بهم لكي نحولهم من مجتمع يعني مهمش عاطل على العمل إلى مجتمع قادر على العمل والكسب والتوجيه. دي نمرة واحد، وأعتقد اجتمعت فيه مجموعتين تقريبا وثلاث مجموعات. المجموعة الثانية، المشروع الثاني هو مشروع مهم جدا، هو المرأة اللي هي بتحمل عبء الأسرة في الحرب وفي السلم، اللي هي الأم، اللي هي الأخت، اللي هي الزوجة، اللي هي إحنا اللي كرمها الله سبحانه وتعالى وكرمها الدين الإسلامي وكرمتها كل الديانات، لكن الأعراف المحلية والتقاليد المحلية هي ساعدنا يعني همشتها، ولابد أن نرجع لكي نمكن هذه المرأة أنها تكون لها دور قيادي داخل المجتمع، وده قد محور أيضا من المحاور اللي احنا اتكلمنا عنها أمس في أنطاكيا. يبقى عندنا هنا محور للمرأة وعندنا محورين تاني للمرأة أمس، ولابد نجمع كل هذه المحاور كجمع إيه اللي هي الأطر التي نريد أن نجعل من خلالها برامج تفعيل أو تمكين المرأة. مشروع تربية الأطفال مشروع مهم جدا. لماذا؟ إنه بينقل المجتمع من مجتمع مستفيد إلى مجتمع إيه منتج ومجتمع مستثمر، وبيثبت إن اللي هو إيه الصناعات الزراعية وصناعات الحيوية. نبدأ ببقرة، كان عندنا مشروع رحمة الله عليه الشيخ زايد، مؤسسة الشيخ زايد في سنة 2002، قلنا أنا بحب البقر، أنا بحب البقر قوي يعني، وقت تسألوا على البقرة والبقرة لو ما تحكتش أزعل، وبحب الحمير، وأحد الحمير وإحنا في الصومال أو في مانديرا في شمال كينيا كان منهك وتعبان وماكلش وطلع على روحه، وأنا جايبه إيه بضحك وبصور جنبه وأقول له إيه رأيك صورة كده معاك كده، فهزتني دول هزة وكان هيضربني، ما زهقان واحد جاي ياخد صورة معاه زي بالظبط زي الصور مع يعني مش عاجبك الحمار ولا مش عاجبك أنا؟ أنت أخ اللي بتضحك أنت، مين اللي مش عاجبك أنا ولا الحمار؟
أنا والحمار مع في نفس الصورة. شوف. أحد مكاتب الإغاثة الإسلامية في فريق فرنسا بعد تهنئة العيد في التسعينات كان صورة الحمار. فكنا تبع سعيدنا. الحمار طبعا مخلوق جميل جدا. جميل وجلد جلد ولا جلد؟ جلد. ها؟ جلد. ومتقن للعمل بتاعه. أتمنى أنني أصبح في جلدي وإتقاني وحرصي على العمل أن أكون مثله. ساعتها نبص للحمار ونشتم لوحده، الحمار يبقى زعلان، تشتمني ليه؟ البقرة تبقى زعلانة، تشتمني ليه؟ أنا وظيفتي في المجتمع بديكوا لبن، وبديكوا قشطة، وبديكوا زبدة، وبديكوا جبنة، وبديكوا لحمة، وبديكوا روز. ده جاء البقرة. بقول لك ايه بقى؟ فلذلك المشاريع الثلاثه اتمنى ان التواصل يحصل بينكم وبين بعضكم. وزي ما انا عاوز نمشي زي ما اتفقنا في الصباح ان احنا عندنا كنوز وثروات من المعلومات والقدرات قد لا نحتاج الاخرين هي. لكن لو قعدنا مع بعض ونسقنا ورتبنا والاخر لما كان بيتكلم على اننا تنازلت من اجل فكرتي من اجل الفكره الاخرى ده جزء جميل جدا. التكامل والتنسيق والتواصل بينكم وبعضكم هو البدايه في اعاده البهجه والسرور وبناء المجتمع الذي يبني الوطن. الاتحاد نتواصل معه في كل الكونسبت بيبرز دي سواء كان بالنسبه للمراه المذكرات اللي هي المشاريع بالنسبه للمراه او الموضوع اللي هو مراكز التاهيل اللي جمعنا نسميها مراكز تاهيل او مشروع البقره. وحتى في الاول احد الشباب كان بيقول كيف تقرنون اسم الشيخ بالبقره فرد عليه اخ اخر قال له لقد وضع الله سبحانه وتعالى اول او ثاني سوره في القران سوره البقره وبفضل الله سبحانه وتعالى في الوقت ده خدنا نص مليون دولار من مؤسسه الشيخ زايد رحمه الله عليه وان شاء الله تبعلها وان شاء الله ربنا يجعلها في ميزان حسناتي هو وكل المانحين في كافه دول العالم. طبعا انا سعيد جدا بهذا الامر. طبعا شفنا المخبز اللي جوه المشروع المخبز اللي بتتشارك فيه جمعية قطر الخيرية وجمعية الإيهاها وده أحد الحاجات الجميلة جدا اللي بتطلع حوالي 140 أو 150 ألف لا رغيف واخد بالك في شبناه في الداخل. ونتمنى إن الجمعيات تتحول بقى المشاريع اللي هي التنموية والمشاريع التأهيلية إلى آخره. فلذلك أنا قبل أن أختم أكيد الدكتور محمد عشان يختم الجلسة ويشوف اللي قلنا إيه المرحلة القادمة تكون إيه بالتنسيق مع الاتحاد أو اتحاد السوري العام أو اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري. شكرا. حيا وشي الدكتور هاني. لا 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 أنا أتمنى أن أكون معكم على طول. حيا الله يجزيك خير دائما تحية وأقولهم دكتور هاني ولازم نخسر بسيط رواد بسيط أستاذ رواد إنه يجب أن نشكر الهيومانيتيريوم فورم باسمنا ونشكر إيهاها ونشكر الإخوة اللي كانوا معنا في البرنامج كمان من الإسلاميك ريليف ونشكر الاتحاد السوري العام وعلى رأسنا جميعا شيخ الكار بتاعنا الدكتور هاني بلا عميد العمل الإنساني العالم العربي الإسلامي. حقيقة نحن بنهاية البرنامج أنا بشكركم جميعا على جهودكم وحضوركم وتفاعلكم الإيجابي الجميل لكل ساحة من الساحات نكهرة ولكل دورة من الدورات طبعا الخاص أنا واضح التعاون والتآلف ما بينكم. المشاريع هي تشكل هذه نواة لطبيعة عمل تشاركي جماعي. حقيقة أنا خليني أضيف كلمة أن الدكتور هاني شجعنا من حوالي 10 أشهر على المشاريع الجماعية. التنسيق من القمة قد يكون جيد ولكن التنسيق من القاعدة قد يكون أفضل. العمل الميداني والتنسيق العمل الميداني هو الأفضل. المشروع المشترك قد يعني شراكة أفضل بكثير من 100 بروتوكول تعاون. وبالتالي نحن ابتدينا نصيغ مشروع مشترك. نعرف أنت عندك المكان وأنا عندي الكوادر وأنا عندي كل تكامل بين الجمعيات. وشجعنا على إنشاء ما يسمى بالكونسورتيوم. الحقيقة الكونسورتيوم إنه أي منظمة دولية عندما تمول مجموعة منظمة أو تمول مجموعة منظمات متآلفة لا تفضل أن تمول مجموعة من المنظمات فقط على مشروع. وهذه نصيحة أقولها لكم نقلتها من الدكتور هاني إنه تقدموا بمشاريع تشاركية
وهذا بتقوي لدينا نحن لا نعرف الحقيقة. فبتمنى فعلا أن تنجو هذه المشاريع بالذات مشروعية ذوي الإعاقة. نحن واجبنا أن نسوي هذا نعرضه للمانحين والدكتور هاني كل يأكل لنا واجبنا. ونشجع على هذه المنصات ونشجع أيضا ما تتطلبه هذه المنصات من تطوير وبناء قدرات وفي مجال مشاريع، وهذا الباب مفتوح. هذه الخطوة الأولى. شكرا لكم مرة أخرى وشكرا للدكتور هاني، جزا الله كل خير. نلتقي قريبا بإذن الله تعالى في برامج مستقبلية. نحن نعد الآن لمجموعة من الأنشطة بإذن الله لن نتركها الدكتور هاني، وهو أنا سمعت يقول لأحد زملائه يعني اسمح لي أتنصب على حديثه، قال أنا عايز قبل ما أموت أخدم القضية بتاعتي قبل ما أموت، قضية إنه بناء قدرات السوريين متطوعة. جزاه الله غالنا كل خير. أنا الحقيقة يعني وكسر يقول هذا شعر بدني الحقيقة، فشكرا له. اسمحوا لي أن أقدم رأسه الله جميعا. لا جميع. لا أنت اللي بدأت بس. أنا عايز أبوس بس يعني بس يعني بدأ. حياكم الله. شكرا. صورة جماعية اللي حب حد صور صورة جماعية هنا على المنصة. صورة جماعية. الأخوات اللي يقعدوا تحت والأخوة يقعدوا على المنصة. يلا شباب يلا بنات يلا بنات اقعدوا هنا على الكرسي. البنات يجيبوا كراسي بعد في حد يقف كده. حد يقف فوق وحد يقف على الأخوات يقعدوا تحت. اللي عايز يقف فوق يقف فوق اللي عايز يقعد تحت يقف. لا خوات لا في مجموعة واحد لا لا فاتن. طيب عودي مع أخواتي بقى. في واحد أنا مشيت ولا واحد فين نخليه بالضبط.